هذا الكلام الروحي واللاهوتي ليس محصورا بفئة من الناس، بل هو موجه إلى كل إنسان، ولا سيما إلى الذين يتعاطون الشأن العام والمسؤولية السياسية والمدنية. فهؤلاء إذا ولد المسيح في قلوبهم تغيرت أفكارهم ونواياهم ومشاعرهم نحو كل ما هو حق وخير وجمال، يؤمن الخير العام في الدولة والمجتمع. وعليه نود أن نشكر الله معكم على أنه جنب لبنان بالأمس خطر أزمة سياسية وأمنية بالقرار الذي اتخذه مجلس النواب، إذ مدد لقائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية لمدة سنة. هكذا ظهرت الإرادة الحسنة التي ترفعت عن المصالح الشخصية والفئوية، وتطلعت حصرا إلى المصلحة الوطنية العليا المعروفة قانونا ودوليا بالفرنسية raison d'état. هذه المصلحة الوطنية العليا هي تجنب الفراغ المميت في قيادة الجيش، الصمود الفطن بوجه الاعتداءات الإسرائيلية اليومية المسلحة والمستمرة على قرى الجنوب اللبناني، تثبيت وحدة الجيش وثقته بنفسه وبقيادته، تجنب أي زعزعة في صفوفه بداعي التغيير وفقا للقاعدة الذهبية: الشريعة للإنسان لا الإنسان للشريعة. وقد عبرت عن مشاعر الشعب اللبناني الكلمة التي افتتح بها رئيس مجلس النواب عملية التصويت على القانون الرامي إلى التمديد لرتبة عماد ولواء، إذ قال: كل اللبنانيين من دون استثناء هم مع الجيش اللبناني وما حدا يزايد على التاني. كم نود ونصلي كي تستمر هذه الإرادة الحسنة لدى أعضاء المجلس النيابي، فيدركون أن لا دولة من دون رئيس، كما أبان رئيس المجلس الدستوري سابقا الدكتور عصام سليمان في مقال نشرته جريدة النهار بهذا العنوان. فيلتئم المجلس النيابي سريعا وينتخب رئيسا للدولة الذي بدون السلطة المناطة به لا ينتظم إداء المؤسسات الدستورية ولا يتحقق الانتظام العام، فتفقد السلطة مبرر وجودها. فالدولة وجدت ككيان سياسي وحقوقي من أجل الحفاظ على الوطن وتنظيم شؤونه بما يوفر الأمن والاستقرار والعيش الكريم لأبنائه. هذه هي المصلحة الوطنية العليا التي لا تعلوها أي مصلحة، والتي تتحقق من خلالها المصالح الخاصة للمواطنين جميعا وللفئات التي يتكون منها الوطن، ولذلك لا غنى عنها ولا يجوز التفريط بها لحساب أي مصلحة أخرى. فليدرك نواب الأمة
أن الفوضى السياسية العارمة واستباحة خرق الدستور نصاً وروحاً والنزاعات الداخلية والانقسامات على حساب الدولة والمواطنين لا يمكن إزالتها إلا بوجود رئيس للدولة كفوء نزيه نظيف الكف لا يهتم إلا بالمصلحة الوطنية العليا فلا يساوم عليها بل يضعها فوق أي اعتبار. فلنصلي أيها الإخوة والأخوات على هذه النية بشفاعة القديس يوسف البتول والعائلة المقدسة، سائلين الله أن يحقق هذه النوايا والأمنيات من جودة رحمته. له المجد والشكر، الآب والابن والروح القدس، الآن